اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا العدس، واحنا المصريين بندرس للعالم كله ازاي نعمل شوربه العدس على الطريقه المصريه. بالمستكه بقى، ياخد شعريه متحمره، شعريه مش متحمره، يتعمل فته. احنا شطار قوي في عمل العدس، والعدس على فكره بروتين نباتي قيمته الغذائيه عاليه جدا وامن، يعني من البروتينات اللي هي امنه. ولكن اذا كان في مشكله شويه في الدهون ايا كان، احنا نركز مع العدس. هنعمله النهارده مع الشعريه، وانا النهارده هعمله مع شعريه مش متحمره بقدر الامكان تبقى طبق الشوربه ده هيلسي. معانا كمان لحمه مفرومه النهارده، هنعمل صينيه اللحمه بالبطاطس ودبس الرمان، هتعجب حضراتكم. وتركات المغاز الطحينه مع دبس الرمان بيعملوا طبعا تيست عالي جدا، وخاصه لو في بطاطس شرايح متحمره مع اللحمه المفرومه. طبعا عروسه السفره في المطبخ الشامي سلطه التبول او الفتوش، لما بيكونوا موجودين على السفره يعني الكلام والحكايه بتبقى حلوه قوي. معانا النهارده الفتوش، هعمله بطريقه لطيفه مع الخضروات الشتويه، اذا كان الخس او الخيار او الطماطم او الرمان بتاعنا الجميل مع بتنجان العروس. ايه اللي جاب البتنجان، ايه اللي جاب البتنجان للفتوش؟ التفاصيل دي ان شاء الله هنشوفها في الحلقه بتاعتنا. وانا من دايما بكون حريص وانا بعمل طبق السلطه بيكون لوحه فنيه، بقدر ان انا اضيف له حاجات الاولاد بيحبوها. فلما يشوفوا الرمان مع البتنجان مع دبس الرمان مع السماء، اكيد السلطه دي يبقى فيها حكايه كده لطيفه وجميله تغنينا عن اي طبق تاني. زي دلعها بقى انت. بص انا هشتغل في الشوربه العدس. شفت السلطه دي؟ زي الفل تمام. نحط شويه رمان عينيه. حاضر، حلو قوي. دي السلطه بتاعتي. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل شوربه العدس او نعمل العدس بالشعريه. احنا المصريين شطار في عمايله. بعد ما نشوف عروسه السفره الفتوش، هستاذن فريق العمل نشوف ازاي مقادير العدس بالشعريه. سميه شوربه بقى، سميه عدس بالشعريه، سميه الطبق المصري الاصيل، خير الريف المصري والصعيد المصري، زي ما انت عايزه. طبعا التايم بتاع الحلقه مستحيل شوربه العدس تكون جاهزه فيه، معانا جاهزه زي الفل اهيت، ولكن هعمل تركايه واحنا شغالين مع بعض. عينيا. حاضر. حل على النار بالشكل ده كده. حلو، بحط فيها معلقه زيت صغيره. انا من الناس اللي بيحبوا البصله تتحمر قبل ما ننزل بالعدس للامانه. هتقولي ليه يا مغازي؟ علشان ما شمش ريحه البصله في شوربه العدس، خلي بالك. فلازم طاسه شديده كده. وهي بتتحمر انزل بفص توم. حلو. شوربه العدس بالشعريه. التحميره دي مهمه جدا. مشاكل الكولون مع العدس، الناس اللي عندها مشاكل مع الكولون استخدم الكمون، وده طبعا مفيد جدا. بصلايه تتحمر. حلو، ننزل بشوية طماطم حلوين دول كده. كهرمانة. نعم يا غالي. ممكن نحط جزر، بس بصراحة أنا مش بحبه مع شوربة العدس، بيخطف الطعم. أنا أكتفي بالطماطم بس وأنا شغال كده. طبعا مطبخك لازم يكون رايق، تبقي رايقة وفايقة كده وأنت واقفة في المطبخ، متكونيش واقفة غصب عنك وهو هتخش المطبخ وأنت متضايقة. العدس بتاعنا الجميل اهوت، الشعرية بتاعتنا اللطيفة الحلوة. حاضر يا غالي، عايز اشوف اللحمة. الفتوش الجميل، العيش المحمص جنبيها، اللي عايز يزود مفيش مشكلة. حلو، اللهم صل على النبي. والرمان بتاعنا هنا. شوفوا كل ده وانتوا واقفوا في المطبخ زي الحلاوة. انا كل ده وقت طبعا على دمية السبك. عينيا. حاضر، ناخد العدس بتاعنا بعد ما غسلناه بالشكل ده كده. شفت العدس وهو نازل في الحله بيتكلم مصري. العدس. بروتين نباتي امن. مشاكله مع الكمون، مشاكله مع الكولون شويه كمون حل المشكله. العدس ده ممكن نعمله عيش، ممكن نعمله طبعا برجر، العدس ابو جبه اللي احنا عارفينه ده اساسي في الكشري طبعا، اساسي. شفت التقليبه دي مهمه جدا. الله. مكعب زبدة كده، الشوربة جاهزة. وبمجرد ما بيستوي طبعا
يا اما تسيبيه لما يبرد وتضربيه في الخلاط. اه بالشكل ده كده، ونشيل دي من هنا وناخد الشوربه بتاعتي الجميله الحلوه. الله اهي، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده خلص الكلام. اه شوفوا الدنيا هنا عامله ازاي بقى. اه خلاص دي شوربه العدس. بعد ما بتستوي لك حريه الاختيار، عايزاه تعمليه فته خليه تقيل شويه، عايزه تعمليه بالشعريه خليه خفيف شويه، عايزه تعمليه شوربه، في ناس تحب شوربه العدس تقيله وشوربه العدس خفيفه، عايزه تكليب العيش وتعمليه ودن قطه خليه تقيل شويه، وهكذا. احنا معانا العدس اللي احنا عاملينه ده كده خفيف اهو، اهو اهو واخد الطعم واخد الكمونه واخد البهارات جاهز. اهو 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 ده قبل وده بعد، بنزل بشويه شعريه اهو 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 اهو، شويه صغيرين انا مش عايز كتير. اهو ليه ما حمرتش الشعريه يا شيف؟ اهو ليه ما حمرتش الشعريه يا شيف؟ انا مش بحبها متحمره في الشوربه. اهو شوفي بتغلي ازاي. اهو اهو انا عايز تشوف صوره حلوه. اهو اهو بس خلاص كفايه عشان ما يتقلش معايا، بس خلاص هي الشعريه عزلها دقيقتين على النار خلاص زي الفل. نعم ممكن على فكره القوام تقل شويه ازاي بمجرد ما حطيت الشعريه. اهو اه 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 انا هجيب لك دلوقتي طبصيه على الكنترول. حلو. اه اه الله، ده عايز بقى عصير الليمون يا غالي، وعايز الليمون المعصفر، ونقدر نعمل فته العدس. على فكره احنا معانا من بدايه من الاسبوع الجاي ان شاء الله هعمل لحضراتكم كل اسبوع طبق عدس مختلف. اه طبق عدس مختلف كل اسبوع، يعني يوم في الاسبوع كده. اه بمناسبه قدوم الشتاء. اه زي الفل، نشيل كل ده من هنا ونجيب طبق التقديم لاحلى طبق مصري وبيتكلم مصري، العدس الجميل بتاعنا. نعم والله اختياري، ممكن تحط بقدونس ما تحطش حسب الرغبه. موضوع البقدونس على شوربه العدس ده ممكن نحطه جنبينا كده واحنا قاعدين على السفره، وعصير الليمون كالاتي برضه. اه نعم يا غالي، والله بصراحه انا عايز اشيل الحله واغرف على طول في الايه. حاضر يا فندم، انا عارف انت عايز تشوف الصوره، المخرج عايز يشوف صوره حلوه. شيب بقى الشوربه تلدعه ما تلدعوش بصراحتك. اهو بص يا غالي، صل على النبي. اهو 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 ايه الحلاوه دي يا مغازي؟ اهو اهو بص على الحلاوه، والله العظيم العدس نازل في الحله بيتكلم مصري. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا عارف كل اللي بيشوفني دلوقتي هيقوم يعملها. اهو 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 بتغلي في الحله. اهو اهو كفايه كده زي الفل تمام. الله حلو قوي. طيب عايز اعمل حاجه حلوه دلوقتي، اطلع اللحمه اللي في الفرن نشوف اخبارها ايه. عايز تشوف القوام في قلب الحله؟ عينيا. اه ولكن عصير الليمون على السفره. انا مش ضد، لا انا مع حسب المزاج، اللي يحمر الشعريه يحطها في العدس او يحطها عينيا حسب الرغبه، لان لو حمرناها بتغير من طعم الشوربه، حطيناها نيه زي ما هي بتدي قوام وبتبقى صحيه. ده اختياري بقى، لانك هتحمريها يا اما في زبده يا اما في زيت، والعدس بريء من الدهون دي خلي بالك. اه قولي قولي ولا تخبيش يا زيان، ايش تقول العلم؟ انا حاطط العدس في المقدمه عشان يبقى هو سيد السفره. خلي بالكم تبدأ السفره بتاعتك بتبسيط الشوربه الحلوه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اه صلى على الحبيب قلبك يطيب. الله الله اهو الف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهارده بتفاصيلها بالخبره الطهويه، مش مطلوب منك انك انت تبقى في المطبخ بالسرعه دي، انا معايا مخرج ومعايا فريق عمل ملزم، ولازم ان انا اسمع الكلام واكون حريص على وقت البرنامج عشان في التزام بالتايم بتاع الشاشه، ولكن انا دوري ان انا اقدم المعلومه لحضراتكم، وانت في المطبخ بقى سيده المطبخ، انت المملكه بتاعتك، تقدر تعملي كل حاجه بتكنيك عالي، محدش هنا بيسحمك في الوقت. الشوربه دي على النار هي بتستوي، اللي انا ضربتها في الخلاط وطلعت معايا بالشكل ده كده، البصل حمرته في زيت زيتون وزبده،
وبعدين نزلت بالثوم بالطماطم بالعدس كل ده مع بعضه، انك تضيفي جزر او رز حسب الرغبه، بس انا ضد ان احنا نحط رز في شوربه العدس. وعملناه وضربناه في الخلاط وقدمناه لحضراتكم، وعملنا سلطه فتوش عروسه السفره الشاميه، شكلها جميل، لوحه فنيه فيها كل المكونات، وطبعا صينيه اللحمه الجميله اللي فيها البطاطس، اللي انا شخصيا بحب البطاطس واسيب اللحمه، واخده طعم الدبس الرمان والفليفر الحلو، وشويه الحب للمطبخ ده مهم جدا على فكره. مطبخنا لطيف وبسيط، وكل المطابخ العالميه تقدري تخش تعمليها بالطعم المصري، حتى لو تعملي اكل صيني تقدري تعمليه بالطعم المصري، اكل هندي تعمليه بالطعم المصري، زي ما انت حابه، لان معاكي شيف شاطر اسمه الشيف المغازي. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.